فيما يتعلق بالقضية التي أثيرت من طرف ما دعوا، اسمح لي أن أصف أنه ادعاء، قالوا أنهم أردوا كشف الحقيقة. أنا أود أن أقول أنها كانت تدليسا للحقيقة. علينا أن نحرص كل الحرص على تمتين هذه العلاقة التاريخية والأزلية بين شعبينا، الذي يريد أن يظهر الحقيقة، الذي يريد أن ينتمي فعلا إلى وطن، الذي يريد أن يحقق رخاء وأمنا واستقرارا، الذي يريد أن يدعم استتبابا للأمن، لا يمكن أن يأتي منه ما رأيناه في الندوة الصحفية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بكيل اتهامات جزافا دون أن تمس حقيقة أو تظهر إثبات.